اوكي، يبقى السلام عليكم جميعا، و thank you DevFest Egypt for having me يعني في السيشن دي وفي الايفنت بتاع السنه دي. يعني انا بحب جدا الايفنتس بتاعه الديفلوبرز، وخصوصا اللي بتعملها جوجل، لانه يعني تقريبا اول ديفلوبر ايفنت احضره في مصر كبير يعني كان جوجل عاملاه زمان في 2009 و2010، وبعدين كانوا بطلوا وبعدين رجعوا تاني في ميت ابس والاونلاين ايفنتس دي، والصراحه هي مفيده جدا يعني. فانا ليا الشرف النهارده ان انا ابقى معاكم في الايفنت ده. هعرفكم بنفسي الاول، انا ايه الجبيلي، بقالي 12 سنه شغاله في التك اندستري عموما. عندي يعني انا بحب جدا البرمجه والكمبيوتر ساينس بكل بقى انواع الابلكيشنز بتاعته، ويعني خلال 12 سنه فاتوا اشتغلت في كذا حته، يعني اشتغلت في الاكاديميا شويه وفي ستارت ابس وفي اي بي ام وميني اذر تك ستارت ابس، وحاليا انا فاوندر وسي او اوف تالنتس ارينا، تكنيكال هايرنج بلاتفورم وديفلوبرز كوميونيتي، بنحاول نساعد ديفلوبرز يلاقوا احسن فرص ليهم في اليو. يعني خلال 12 سنه فاتوا اشتغلت، فده كده ان ناتشل اباوت مي. طيب النهارده احنا هنتكلم شوية عن شوية حاجات أنا شفتها خلال رحلتي في البرمجة عموما وفي صناعة البرمجيات software industry، حاجات ممكن ناس تبقى مش بتهتم بيها أو بتعتبرها شكليات، بس هي بيبقى ليها تأثير كبير يعني. فخلينا نبتدي معاكم بكود كده كان حد قالها مرة زمان ولمست معايا. فحد بيقول if debugging is the process of removing software bugs، لو debugging دي يعني activity بنعملها عشان نشيل الباجز من السوفتوير، فالبروجرامينج هو البروسيس اوف بوتينج ذم ان. فكل ما يعني فخطوه البرمجه او خطوه الكودينج ان انت بتكتب كود، دي الخطوه اللي انت بتحط فيها الباجز بتاعتك. وعلى هذا الاساس فكرنا ان يبقى في حاجه اسمها كواليتي جيتس، او بوابات كده محطوطه عندك في البروسيس او عندك في البروسيس، كل ما بتحط بوابه بتمنع ان الباج اللي انت حاططها في الكود وانت مش واخد بالك او انت مش واخد بالك تعدي للستيج اللي بعدها. اوكي، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، ازاي يعني انا بقيس نسبه نجاح اي سوفت وير بنطلعه من التيمز عندنا بعدد البلوكر باجز اللي طالعه في البرودكشن. بمعنى انا دلوقتي عملت سوفت وير وطلعته لايف، بقى موجود وناس بتخش تستخدمه، موجود على الستور، موجود في اي حته وناس بتستخدمه، في كام بلوكر باج؟ بلوكر باج بمعنى انه بتمنع اليوزر من ان هو يستخدم السوفت وير اب اساسا. يعني مثلا انت جاي تطلب اوبر مش بيجيب لك لوكيشن، دي بلوكر باج، انت مش عارف تكمل اساسا ما بعد ذلك. فعدد البلوكر باجز اللي موجوده في البرودكشن كل ما بتقل، كل ده ما معيار جوده بالنسبه لي. طيب خليني اقول لكم ان 65% من وقت فريق البروجرامينج تيم من اي فريق برمجه او اي مشروع مش بيروح في البروجرامينج نفسه، بيروح فيما بعد البروجرامينج. اوكي، يعني الناس بتكتب شويه كود وبنقعد نقضي نص عمرنا بنعمل له تيستينج وبنصلح فيه وبنعمل له مينتيننس انتجريشن وبنريزولف الكونفليكتس وبنديبلوي وبنحل الديبلويمنت ايشوز وبنحل الباكورد كومباتيبيليتي. فالكودينج او يعني كودينج هو 10% من القصه، بس بقيه القصه يعني بيسموها في ايسبرج كده، في حته فوق كده الناس كلها مركزه عليها بيبصوا عليها ان هي دي، سوري، ان هي دي الاساس. وايل انه في هنا تحت كم كبير جدا من الاكتيفيتيز اللي بتتعمل غير بس انك بتكتب كود. فاللي داخل لو لسه انت حد متخرج او لسه جونيور في بدايه حياتك كمبرمج او كمبرمجه، فاعرف ان في يعني تقريبا 10-15% من وقتك كودينج، وقبل الشغل انت قاعد بتظبط الشغل بنعمل بلاننج، والباقي احنا بنتست وبنفيكس ورا بعض. اوكي، فليه احنا بنبقى مخلصين؟ الناس تيجي تقول لك احنا خلصنا، الفيتشر خلصت. الفيتشر خلصت دي اللي بيكون ايه، عمل بس ديفلوبمنت. بس من ساعه ما بيقول لك الفيتشر خلصت لغايه لما تبقى فعلا وركينج سوفت وير، لغايه لما فعلا تبقى حاجه في بني ادم يقدر يستخدمها ويطلع له الفيتشر اللي هو عايزها، في يعني جبل كبير جدا من المينتننس والانتجريشن والميرجنج الناس مش بتبص عليه، بتفتكروا ايه، تاخده فور جرانتد، تفتكروا ان هو موجود ضمنيا
هيتعمل لوحده وفي ملائكة هتيجي تعمله بس ما حدش بيفكر فيه. طيب أول quality gate عندنا على الإطلاق هي requirements clarity. It might sound ironic يعني إنه إن إحنا بنتكلم إنه أول خطوة تعملها هي requirements clarity، بس فعلاً في أوقات كتير جداً من الناس تحط مجهود وتحفر وتعمل في فيتشر هي أساساً الراجل مش عايزها، مش هي دي الكلاينت عايزها، مش هي دي الكمباني حطاها as objective. ومن الاندهاش يعني إن في حاجة اسمها كيوس ريبورت بتنزل كل سنة كل 3 سنين بيحكوا عن إيه سبب فشل مشاريع البرمجة عموماً، ولو إن أول حاجتين على الإطلاق بيسببوا فشل أي software project هي الـ incomplete requirements والـ lack of user involvement. ده كده على الإطلاق، مش إن الكود وحش، مش إن التيم مش qualified، مش إن التيم مش سريع، مش إن كان فيه bugs كتير، مش إن ما كانش فيه فلوس. هو أكتر حاجة على الإطلاق بتدمر أي software project هي الـ incomplete requirement. And take it from me، يعني أنا شفتها في كل حتة بجميع السكيلز، في بروجكتس بملايين الدولارات بتفشل بسبب الموضوع ده. طيب ازاي نحل المشكله دي؟ يعني ده شكل واحد، يعني غالبا بنبقى داخلين المشروع واحنا متخيلين ان احنا يعني هنعمل حاجه فظيعه في الاخر يطلع حاجه مشوهه، يعني موست لايكلي المنظر ده طبيعي جدا يعني. طيب ازاي نحل الموضوع ده؟ هنحله بثلاث حاجات، يعني في حاجات كتير بس دول التلات حاجات اللي انا شايفاهم ممكن يعملوا اكبر تاثير. اول حاجه ان احنا نعمل السايكل بتاعتنا نكيب ذا سايكل سمول، بمعنى ان انا من ساعه ما بتاخد ريكويرمنتس لحد ما بتسلم او توري له حاجه بتلعب، توري له ديمو، توري له وركينج سوفت وير، ميك ات از شورتر از بوسيبل. يعني ما تاخدش سبرنت، ما تاخدش ريكويرمنتس تقعد تنام عليها شهر شهرين لغايه لما توري الكلاينت او الكومباني اللي انت عملته، ده فترة طويلة جدا. الفترة دي بيبتدي الناس تحط هاي اكسبكتيشنز، تفتكر ان انت مادام غطست كده اكيد هتطلع لهم بحاجة ما حصلتش، ترجع طلعت لهم بحاجة مش هم اللي عايزينها. فاحنا بنحاول نفعل حاجة اسمها continuous feedback، ان انا على طول باخد فيدباك من بطلبك فيدباك من الشخص اللي قاعد الناحية التانية المنتظر. ليه برضو ليه؟ لان اغلب الشركات او الكلاينتس مش فاهمين، مش متخيلينهم عايزين ايه اساسا غير لما توريهم حاجه. فخليكم عارفين ان اول فيرجن هتطلعوها دي بنسبه 90% هتتغير او هيتقال عليها كومنتس. فايت دازنت ميك اني سنس ان انا افضل مكمل وانا عارف ان انا مكمل فيه ده هيتغير. فالحل واحد من اكبر واهم الحلول ان السبرنت سايكل او وقت ما من ساعه ما بتاخد ريكويرمنتس لحد ما بتسلم، ده ساعات بيسموه سايكل تايم، يبقى قليل جدا. وانا دايما برشح لو التيم صغير يعني ما يزيدش عن 4 اشخاص السايكل تبقى اسبوع، ما تكترش عن اسبوع، حتى لو ناس حاسه بضغط او كده ما تكترش عن اسبوع. تاني حاجه ان ريكويرمنتس نقعد ونراجعها يا جماعه مع ستيك هولدر، ما ناخدش الكلام كده بقى ايه اللي هو اعمل لي هنا زرار، اعمل لي هنا بيج، لا الكلام ده ما ينفعش. بنقعد ونتفق اليوزر عايز ايه بالظبط، طب اليوزر جيرني ماشيه ازاي، طيب الانبوت هيبقى ايه والاوتبوت هيبقى ايه، طب ايه الاكسبتنس كرايتيريا في الاجايل، في اليوزر ستوريز في حاجه اسمها اكسبتنس كرايتيريا، ايه هي معايير ان انا اوافق على ان كده الفيتشر دي دان. تمام. تالت حاجه انه امشي على البيزنس بريوريتي، ودي حاجه برضو ديفلوبرز كتير بيقعوا فيها. يبقى البيزنس بيقول له احنا محتاجين يا فندم تعمل لنا ساين ان موديول، والساين ان اهم حاجه تعمل لنا كلاسيك ساين ان، ومثلا ساين ان ويز جيميل مثلا. تلاقي الديفلوبر عمال يا عيني تعبان ويلف ويدور حوالين نفسه عشان عايز يعمل تو فاكتور اوثنتيكيشن، او عايز يعمل لوجن مثلا بدل ما هو جوجل بجوجل وفيسبوك وتويتر وكل حاجه في الدنيا. طب هو الراجل ما طلبش كل ده؟ او عايز يعمل الساين ان بحاجه جديده جدا، حاجه ما حصلتش، بنيو فريم ورك، بيستخدم مثلا فريم ورك جديد عمره ما استخدمه قبل كده، وايل هو ممكن مثلا يستخدم حاجه زي باسبورت او اوبن اي دي، اي حاجه جاهزه، لا انا لازم اعمله فروم سكراتش. طب ما شوف الراجل بيقول لك انا عايز اعمل كلاسيك ساين ان وواحده وكمان عايز اعمل بيوزنج الجوجل توكن بجوجل اوثنتيكيشن، اعمل يعني بلاش نقعد نزود على نفسنا، نعمل حاجه اسمها سكوب كريب، ان انا اكبر في السكوب
اكتر من ما البيزنس محتاج. دي اول نقطه. تاني نقطه، لو انا عندي باكلوج في ستوريز، في برضو ديفلوبرز كتير بيعملوا كده، بينقوا الحاجات اللي لوور بريوريتي يخلصوها الاول ويسيبوا الهايست بريوريتي، فده في الاخر بيؤدي الى ان الناس مطلعه كود وعامله مجهود بس مش هو ده اللي البيزنس عايزه، فبيرجع يتسقع او يتحط على جنب لغايه لما تيجي تاخد تاني يقول لك لا ما انا عايز دي، انا عايز الفيتشر دي، فانت تروح تعمل فيتشر سي، يعني انا عايز الفيتشر اي، لا انا تروح تعمل اي حاجه تانية غير الراجل عايزه. وده انا بتكلم في شويه بديهيات بس والله بتحصل كل يوم. اوكي طيب، فدي اول كواليتي جيت يا جماعه، اللي هي فكره الريكويرمنتس، ودي حاجه في جزء كبير منها لو تيم كبير شويه بيحتاج يبقى فيه برودكت اونر او برودكت مانجر هو المسؤول انه يظبط الكلام ده، او حد يلبس الهات دي، ما تبقاش ايه الريكويرمنتس دمها مبعصر ما بين القبائل كده يعني. اوكي طيب، تاني حاجة ودي برضو الناس بتحبها وكله بقى بيقعد ينادي احنا عايزين يبقى بنكتب بكودينج ستاندردز وبتاع، ايه بقى الحوار كودينج ستاندردز ده؟ احنا يا جماعة بنيجي نكتب كود مش بنكتب كود للماشين، يعني انا مش بكتب كود عشان البروسيسور، احنا ممكن نكتب للبروسيسور باينري، ممكن نكتب له اسمبلي، ممكن نكتب له هيروغليف، ممكن نكتب له اي حاجة، بس احنا ليه بنكتب كلين كود؟ احنا بنكتب كلين كود عشان عادة بنسبة 99% من الديفلوبرز بيكتبوا كود عشان في ناس تانيين بيجوا يكملوا على شغلهم. انت لما تروح تشتغل يعني مثلا كان اخر وقت انا كنت بكتب فيه كود لنفسي، يعني مثلا لو انا في الكليه بعمل اساينمنت لنفسي وكده، بس بعد كده انا بعمل كود وبيجي ناس تانية تقرا، حتى لو سكريبت، ما انت لو عامل حتى سكريبت صغير ما في حد تاني ممكن يجي بعديك يعدل في السكريبت ده، او يبقى محتاج يفهم انت حاطط الحته دي كام لاين دول بيعملوا ايه هنا. ف فكرة ان انا بكتب كود عشان في ناس تانية هتيجي تعدل عليه، دي فكرة جوهرية. لان اغلب الناس بتكتب يعني ايه زي الراجل ده ماشي كده سباكيتي كود زي ما نقول، ان هو انت عامل كود مخربق بتكلب تنادي كل حاجة من كل حتة وعشان بس تعمل الفيتشر، من غير ما تاخد في الاعتبار ان في اذر ديفلوبرز هيجوا يكملوا على شغلك او هيعدلوا فيه او كده. فدي صراحة في وقت كتير جدا، لو حد لو ناس رايح على شركة جديدة هتلاقي ان هو في اول 3-4 شهور قاعد يعيني تايه مش فاهم اي حاجة في الكود بيز، عشان خاطر الكود اللي التيم كاتبه كود ملعبك ملوش راس من رجلين، والراجل اللي جاي ده مش فاهم يعمل ايه، مش عارف يشتغل ازاي، ومهما الناس شرحت له استير الكود ملعبك، فبيقضي ده اسمه ريورك، ان انا قاعد بعيد اختراع العجله من اول وجديد عشان افهم، او بعمل ريفرس انجينيرنج عشان افهم الكود بيس ده مكتوب فيه ايه. اوكي طيب، ازاي بقى نصلح موضوع الكلين كودينج ده؟ اول حاجه محتاج نعمل حاجه اسمها كودينج ستاندردز ليست، في لغات نازله بالستاندردز بتاعتها زي سي بلس بلس ليها ستاندرد، زي البي اتش بي في اللي هي بي اتش بي كودينج ستاند فيرجنز، الجافا سكريبت ليها الاكما ستاندرد، ففي ستاندردز اللغه بتحط التايب سكريبت ممكن يبقى ليه برضو ستاند، فانت في ستاندردز نازله باللغه مع اللغه، انت بتحاول تفولو الستاندردز بتاعت اللغه ما تكسرهاش ما تجودش عليها، وفي بعد كده ستاندردز احنا بنحطها على نفسنا كتيم زي الستايلينج، الكود ستايلينج، في ناس بتحط النيمينج كونفنشن، ستايلينج يعني المسافات والبراكتس بنحطها ازاي واسامي الفانكشنز وما الى ذلك، وفي النيمينج كونفنشن اللي هو النيمينج بتاع فاريبلز والفانكشنز والكلاسز، هل هنحط قبليه بريفكس، هنحط بعديه بريفكس، هنحط اندر سكورز، هنخليه كامل سينتاكس، دي كلها كلام نتفق فيه مع بعض، بس اهم حاجه اللي يجي يقرا الكود يحس ان في شخص واحد اللي كاتبه مش خمسه كاتبين، خصوصا لو التيم اكتر من كده هيبقى يعني فعلا مكرونه بجد، الموضوع هيبقى معكوك على بعضه تماما، فان يبقى في كودنج ستاندرد كلنا ماشيين عليه، دي حاجه مهمه جدا لو التيم، لو انت بتعمل مشروع وحابب ان هو يكبر والناس تانية تيجي تكمل عليه. تاني حاجه وهتلاقي الكلمتين بيتكرروا، ميك ات رول يا جماعه، في حاجات كده اللي هو احنا بنقعد نتفق عليها، نقعد نعمل ميتنجز مطوله ونكتبها في ويكيز وبتاع، وبعد كده بنعملها اسبوع واسبوعين وننسى، لكن لو احنا حاطينها رول وما يسمع مش مسموح ان حد يا جماعه يتخطى الكودنج ستاندردز باي شكل، والتيم نفسه قاعد مترصد لبعضه ان مش مسموح ان حد يعدي كودنج يتعدى على الكودنج ستاندردز بتاعت التيم، دي حاجه اساسيه، فالتيم ليد او الشخص المسؤول عن الكود بيز، وده يا ريت يبقى حاجه مجهود جماعي يعني للتيم كله، انه اتس ا رول
الطريقة اللي بنكتب بيها كود في المكان ده هتكتب بطريقة تانية يبقى ما تكتبش معانا. تمام؟ دي الطريقة الوحيدة اللي يبقى فيها كودينج ستاندردز. أنا فاكرة مرة يعني كنت بسبميت كود لتيم في ألمانيا والكود اترفض عشان كان فيه سبيلينج ميستيك في الكومنتس، يعني كنت كاتبة كومنت والكومنت فيه غلطة إملائية فرجعوا لي الكود اللي مش هينفع تدخلي الكود عندنا، يعني ما بندخلش غير كود نظيف. ففي حاجات كده اللي هو ممكن يبقى كودنا ماشي صح وكل حاجة بس في شوية حاجات. طبعا احنا في مصر بنكتب الكومنتس بالفرانكو يعني فما فيش مشاكل، احنا دي مشاكل عالم اول، بس احنا بيزيكلي بنتكلم في انه ازاي ان في الكودينج ستاندردز دي تبقى رول وكله ماشي عليه. تالت حاجه اوتوميتد، دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تعملها اوتوميشن وتريح دماغك، او يعني ما تبقاش مضطر او مضطره انك تقعدي تراجعي ورا واحد واحد هو كاتب ايه. ف في تولز كتير زي سونار كيوب وكوداسي وكود كلايمت، في تولز كتير والتولز دي بتعمل حاجه اسمها ستاتيك كود اناليسز. ماشي يا جماعه؟ ستاتيك كود اناليسز في تو، يعني عشان ما تدورش باسم التول بس ممكن تدور على ستاتيك كود اناليسز تول. التولز دي بتفصص الكود، بتحاول تشوف لو في بتعمل حاجه اسمها سايكلومتريك كومبلكسيتي، بتقيس حاجه اسمها سايكلومتريك كومبلكسيتي في الكود، بتشوف الديفرنت باسز اللي موجوده، بتشوف لو في باسز مش ريتشبل اساسا انت عامل حته كود ما حدش بينادي عليها، لو عامل فاريبلز متكرره، لو عامل حاجات في جلوبال سكوب، لو عامل حاجات كونستس ومتتغير، يعني بيجيب لك كل الكودينج فايوليشن اللي ممكن تبقى انت عاملها في الكود بتاعك وبيطلعها لك في ريبورت. في ناس بقى بتاخد ده تو ذا نيكست ليفل انه بتمنع ان الكود يخش جوه الكود ريبوزيتوري لو هو ما يعني بيفايوليت سبيسيفيك رولز. واغلب التولز دي انت ممكن تخش تحط فيها الستاندردز اللي انت عايز تمشي عليها، تقول له انا عايز امشي على البي اتش بي ستاندرد او عايز امشي على الاكما ستاندرد، وتحط زياده عليه الستاندرد بتاعت التيم بتاعك. اوكي؟ فده سهل جدا ان احنا نعمل له اوتوميشن وننفورس، نجبر ان كل اي حد بيكتب كود في التيم يبقى ماشي على الكودينج ستاندردز بتاعه. والحاجه اللطيفه ان التولز دي برضو بتعمل حاجه اسمها لينتنج، اللي هو بتظبط السبيسنج والايدنتيشن في الكود بتاعك فيبقى الكود شكله مقروء ونظيف. اوكي؟ طيب ثالث جيت، ودي اهم واحد على الاطلاق في اللي انا هقوله النهارده، يعني بعد الكود ريكويرمنت، بعد الريكويرمنتس كود ريفيو از ذا موست امبورتنت. يعني لو ما فيش اي حاجه في حياتك في الكودينج بتاعك ممكن تعمله غير انك تعمل كود ريفيو، فتعمل كود ريفيو، دي اهم حاجه على الاطلاق. طيب يا جماعه، كود ريفيو يعني احنا مش بنكتب باك فري كود، مفيش حد بيكتب باك فري كود، دي قاعده اساسيه. يعني بنسبة 100% أي حد كاتب كود هو غالباً في ممكن يتحسن أو في حاجة غلط. أوكي؟ إيش حد بيكتب باك فري كود unless إن هي function يعني بتعمل odd و even مثلاً. فالكود ريفيو is something essential. في ناس كتير بتتناسى أو بتنسى موضوع الكود ريفيو أو متعرفش تسمعش عنه أو شايفينه صفصطة وكلام ملوش لازمة. في ناس متعرفش إن APR أساساً pull request، إن أنت الكود بتاعك بيتحط في pull request بتستنى حد يعمل له كود ريفيو ويتابروف عليه. لكن فكره ان احنا ناخد الكود ونمرج على ميرج ويرمي على الماستر، ده كلام ما يصحش. فالكود ريفيو ليه بروسس، يعني دي المفاجاه، انه ان انا كاوثر، انا كديفلوبر بريكويست ريفيو على جيت لاب، على بيت باكت، على وات ايفر بقى السورس كنترول والانفايرمنت اللي انتم بتستخدموها. فالبول ريكويست بتاعك بيطلع ويفضل واقف مستني. في جزء ممكن يبقى اوتوميتد ريفيو يوزنج التولز اللي احنا حكينا عليها من شويه، في جزء بعد كده يبقى بير ريفيو ان الناس معايا في التيم يعملوا ريفيو، ولو قالوا ان هو ريدي خلاص بيروح ان هو للمينتينر الشخص المسؤول عن الميرجنج يعمل ميرج للبارت اوف كود دي، او لا انا محتاجه فيكس بيرجع تاني يتعمل له ريورك ويرجع في حاله الديفلوبمنت. دي السايكل بتاعت الكود ريفيو، والسايكل دي مش بتاخد وقت كبير، مش حاجه بتاخد وقت قليل. ودايما بقول للتيمز بتاعتي الكود ريفيو از ذا هايست بريوريتي ايفر، يعني لو انا ديفلوبر ومتاساين ريفيور في تاسك فانا من اهم حاجه ان انا اخلص ان بلوك زميلي اللي فتح عليا بول ريكوست عشان ما افضلش عامل عاملين بلوكينج لبعض. طيب الكود ريفيو از ان اسينشال بارت، احنا اتفقنا على الموضوع ده، ما تحاولش تسكيب الكود ريفيو بارت لانه هنتضايق هنزعل كلنا، او ان احنا نبقى بنابروف الكود لبعض شياكه كده اللي هو عدته لك. فلا
الكود ريفيو لازم يتاخد جد جدا والناس ما تهزرش فيه ويبقى حاجه مستحيل ان هي تتعملها سكيب. تمام. فتاني حاجه ميك ات رولز ذات نو وان كان سكيب, دي حاجه اساسيه اتفقنا عليها. والحاجه الثالثه وبرضه لاحظتها شويه ان في ناس بتاخد الكود ريفيو بحساسيه, انت بتقول الكود بتاعي وحش يعني انا بكتب كود وحش, ففي ناس بتاخد انه الكود ده حاجه من شخصيتها, وديفلوبرز كتير بيحسوا ان هم بيبقوا فيري ايموشنالي انفستد في الكود بيز اللي هم كاتبينه, فمعلش لو حد طلع لك غلطه في الكود بتاعك سامحه وصلحها. اوكي, فايتس نورمال, كلنا بنغلط وبنكتب كود فيه غلطات فبنصلح الكود بتاعك. فده كده لحد دلوقتي الجيتس اللي احنا عايزين نركز عليها. الجيت الثالثة او الرابعة هي اليونت تستنج. فاليونت تستنج من الحاجات اللي برضو ممكن ناس تقول انا لسه جونيور ومبعرفش اكتب تست, او انا مش عايز اكتب تست عشان بيضيع لي وقت وان احنا وموضوع يعني بياخد مننا مجهود وكل شويه بنغيره, وده حقيقي. يونت تست من الحاجات اللي صعبه جدا ان تبقى موجوده في التيم بتاعك وبتكتب كود وعندك ضغط شغل وكمان بتكتب يونت تست. فدي انا معاكم فيها, يونت تست از ديفيكلت يعني it is not easy, بتضيع وقت يعني يونت تست بياخد منك حوالي ضعف وقت البروجرامينج. فانا لو عملت مثلا ساين ان فورم في ساعتين عشان اعمل لها تيستنج ممكن احتاج 4 ساعات لو انا لسه بتعلم يونت تيستنج, ممكن تاخد ساعات ممكن تاخد نفس الوقت. يعني الناس نظريا بتقول ان اليونت تيستنج بياخد تقريبا 2/3 وقت الديفلوبمنت, يعني لو انا عملت ديفلوبمنت في يوم فاليونت تيستنج يبقى مثلا في 4 ساعات مثلا او 5 ساعات. ده لو واحد يعني متمكن. لو واحد لسه بيتعلم يونت تيستنج فده ممكن ياخد منه وقت اكتر. لو الكود مش تستبل, لو الكود كديزاين وايز كود بيز يعني فيها كونديشنز كتير وفيها مشاكل كتير ممكن فعلا يبقى الكود مش تستبل اساسا. في دي اسمها كود تستابيليتي, دي حاجه ممكن تسيرشوا فيها على جنب ازاي اكتب تستبل كود. ان ما عندك ديبندنسي انجكشنز كتير وعندك لايرز اوف انهيرتنس كتير, فده يعني هيخليك ات سام بوينت مش عارف تست, مش عارف تايزوليت ا كومبوننت وتعمل لي يونت تست. طيب هو اليونت تيستينج هدفه ايه؟ هدفه ان انا اتاكد ان كل كور موديول وكل فانكشن لوحدها بتبيهيف بروبرلي. فانا عندي كومبوننت A شغال تمام, الانبوت والاوت بتاعه تمام, كومبوننت B C, فلما اجمع دول مع بعض انا متاكد ان كل واحد فيهم لوحده على الاقل بيبيهيف كوركتلي. ممكن فبعد كده لو حصل بج من الانتجريشن ساعتها دي هتبقى most likely an integration bug مش باك في الكومبوننت نفسه. فانا بقعد ايه اللي هي حذف اجابات, بقى حذف ايه ان انا بقى اليمينيت الريزونز اللي ممكن تبقى سبب الباكس بتاعتي. فانا بدل ما هقعد ادور في موديول هبقى ادور في الانتجريشن. لو هي مش انتجريشن ممكن يبقى الانت تو ان سيناريو نفسه في ايشو او في الديبلويمنت, فده هيساعدني في الديبوجنج ايفورت بتاعتي. تاني حاجه ميك ات رول, لو احنا اتفقنا ان احنا نعمل يونت تيستينج فما ينفعش حد يبقى بيكتب كود وما يعملوش اليونت تيست بتاعته. والحاجه الاخيره والسهله جدا احنا نعمل له اوتوميشن, يعني تيستينج اوتوميشن بتاع اليونت تيست من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل, ان انت تحطها في البايب لاين بتاعتك في الكونتينوس انتجريشن كونتينوس ديليفري بايب لاين, او تبقى بتتريجر عندك سكريبت بسيط او بعد ما بترن او بتبيلد الكود بترن التيست وبتطلع ريبورت. في تولز كتير بتساعدك في حاجه زي كده. طيب هنا ليا وقفه صغيره, دي حاجه يعني ورك اراوند كده انا الفته الصراحه, يعني حاولت استفاد منه في اليونت تيستينج. هي ناس بتعمله في حاجات تانية غير اليونت تيستينج في انواع تانية من التيستينج, بس قلت واي نوت ان هو يبقى معمول في اليونت تيستس كمان. وهي فكره حاجه اسمها ريسك بيزد تيستينج. اوكي, ريسك بيزد تيستينج. الريسك بيزد تيستينج ده بيقول ايه؟ انه الكود بيس بتاعتي كبيره, انا عندي كود كتير جدا ومش هلحق ان انا اعمل يونت تيست للسيستم كله. في نفس الوقت انا عندي حاجات كوارث لو طلع فيها باجز هنزعل كلنا وبيتغير فيها كتير. طيب الحل ايه؟ ان انا اشوف
هو غالبا 20% من الكود بيس بتاعتك هي اللي فيها الكوارث، والباقي لو حصل فيه باج يعني حصل خير ممكن نصلحه. بس عندك كور كومبوننتس كده، كومبوننت بياخد مثلا بيعمل فانكشن معينه، حاجه بتاع الفيوينج السيرشنج، يعني شوف انت ايه اكتر حاجه كارثه عندك. يعني مثلا قلت لك مثلا في اوبر الجي بي اس لوكيشن هي كارثه مثلا، فيسبوك ساين ان هو كارثه مثلا، انت مش عارف تساين ان. دي ده رأي وجهة نظر الشخصية، او ان انت تبوست او ان انت تسكرول، شوف يعني كل واحد بقى بيشوف ايه هي الريسك الموست ريسك فيتشرز عنده في تشات ابليكيشن مثلا. الموست ريسك هي السند والريسيف، ممكن يبقى عندي جليتشز بقيت السيستم، بس لو انا مش بسند وبريسيف فكده مثلا الواتساب واقف تماما، غير مثلا مش عارف اغير البروفايل بيكتشر، دي حصل خير مش مشكلة. فمثلا هاجي عند الموديولز بتاعت السند والريسيف وهعمل لها ريجورس يونت تيستينج ما يخرش الميه، والباقيين هنسامحهم دلوقتي عشان احنا كتيم كاباسيتي ما عندناش وقت ان احنا نعمل فول تيست كفرج. اوكي ف ده يعني، واحنا كل شويه ممكن از الوقت عندك يبقى مسموح تبتدي تعالي ان انت نسبه التيستس بتاعتك في النهايه تكفر موديولز اخرى. وزي ما قلت لكم يعني الموديل ده بيستخدموه في التستنج عموما مش في يونت تستنج، بيستخدموه في البلاك بوكس تستنج، في كل انواع التستنج الثانيه. وفي لو كتبتوا ريسك بيس تستنج هتلاقوه كتاب، وفي حاجات على اليوتيوب كتير بتتكلم عن الموضوع ده تحديدا. يعني تاني حاجه فكره التست كفرج، ان انا بحتاج في تولز كتير ممكن ارنها تقول لي والله انا ممكن اكتب 100 تيست كيس بيكفروا الباث ده من الكود بتاعي 100، ومش بكتر التست كيسز. ممكن يعني عشان ابقى فولي كفر السايكل دي محتاج 2 تيست كيسز يكفروا 2 باثز، بس انا ممكن اعمل كميه تيست كيسز رهيبه كلها بتعدي على الباثز دي ويبقى عندي ستيل باثز يعني ايه انفيزيتد بالتست بتاعتي. ف one of the very crucial metrics for unit testing هي الكفرج بتاع التست بتاعك معدي على كام باث في الموديول بتاعك اللي انت كده. يعني ده كان كده لفه سريعه في شويه، يعني انا كده خلصت لو في اسئله. بس يعني انا عايزه اراجع معاكم الجيتس اللي احنا اتكلمنا عليها. فاول جيت اتكلمنا عليها هي ال requirements clarity، لازم يبقى requirements بتاعتي واضحه. تاني حاجة اتكلمنا عليها هي الكودينج ستاندردز، وقد ايه هي لازم تبقى رول ومحدش يكتب بطريقة مختلفة على اتفقنا عليها عشان الكود يبقى شكله أورثوجونال، او يعني كله مية واحدة، او يخش يحس انه مكتوب شخص واحد اللي كاتبه. تاني حاجة اتكلمنا عليها ان الكود ريفيو قد ايه ان دي حاجة مقدسة، حاول ما تعبسش مع كود ريفيو بأي شكل. واخيرا اليونت تيستينج، واتفقنا ان هو واكنولجد ان هو مش سهل وبياخد مجهود، فعشان كده هنحاول نخليه في الموست كروشال فيتشرز ونعمله سبريدنج از وي جرو. بس كده، فلو في اي اسئله يعني يو ار مور ذان ويلكم. ازاي ابقى مؤهل لسوق العمل في خلال دراستي في 4 سنين الكليه وسنه اولى ابدا اتعلم فيها ايه؟ انا ما اعرفش ايه مجال الفلاتر، بس عشان تبقى مؤهل لسوق العمل يعني انا متخيله انه اهم حاجه ان الواحد يبقى بيعرف يعمل كودينج كويس، بيعرف يستخدم سورس كنترول زي جيت هاب، زي يعني بيعرف يكتب كود مع تيم زي ما اتفقنا في الاول، انت مش تكتب كود لوحدك، تكتب كود مع فريق. وفي حاجات كتير بقى بتجهزك للخطوه دي، يعني زي حاجه اسمها فري كود كامب، فري كود كامب دوت اورج، ده مكان بيدخل بتخش وتتعلم، يديك مشاريع تطوعيه تشتغل فيها وبيعلمك كل حاجه ببلاش. ف السؤال ده يعني هتلاقي اجابته كتير جدا في الكورسز اونلاين. وتاني خليك مؤهل انك تشتغل في تيم، دي اهم حاجه محتاج تتعلمها، تيم بتاع مبرمجين يعني. طيب في سؤال تاني،
ايه اللي يخليني ابقى مميزه في المجال عشان اقدر احصل على فرص عمل كبيره. عشان تكوني مميزه محتاجه تبقي شاطره جدا في حاجه من واحد من الستاكس اللي موجوده دلوقتي. وستاك هنا مش اقصد فريم ورك، مش اقصد لغه معينه. يعني انا هشتغل باك اند، فانا بعرف كل حيثيات الباك اند، بعرف الفلو، بعرف ديزاين باترنز، بعرف داتابيزز وانواع الداتابيزز، وازاي اعمل ريلايبل سوفت وير، وازاي وهنت عن المايكرو سيرفيسز، وازاي اعمل موديولر كودينج ممكن بواحده او اتنين من البروجرامينج لانجويجز. بس خليكي شاطره في حاجه في ستاك، نقي ستاك بالعرض ولغه برمجه وركزي عليها كويس قوي، وبعد كده تعلمي حاجات تانية. واهم حاجه على الاطلاق انه اي شخص رايح يشتغل في شركه يبقى قادر يبين انه بيعرف يتعلم كذا حاجه وعنده وسيلف ليرنر، وحاجه بنسميها تكنولوجي اجنوستيك. لان يا جماعه في التكنولوجيز بتتغير تقريبا كل 6 شهور، فان انا اربط نفسي بفريم واقول نفسي ان انا رياكت ديفلوبر، مفيش حاجه اسمها رياكت ديفلوبر. انا يا فرونت اند يا باك اند يا موبايل يا كروس بلاتفورم. يعني انا على ايامي وانا في الكليه ما كانش في حاجه اسمها مثلا، ما كانش في اساسا اندرويد وانا في الكليه، كنا بنكتب على نوكيا موبايلز وجيتو ام اي وحاجات كده، ما كانش في فيسبوك اساسا. دلوقتي الدنيا مختلفه تماما. فواحده من اهم العوامل عشان ابقى على طول مطلوب في السوق ان انا ابقى اب تو ديت وعارف انظم تجاه تفكيري كده، ويكون عندي منتور بيتابع معايا تطوري ويقول لي اروح منين، وحد يكون اكبر مني 3-4 سنين، ويكون حد انا شايفه بلوك اب تو ويحاول كل شويه يديني فيدباك، وابص على ناس بره، ناس الجامده، ناس الديفلوبرز التقال على ستاك اوفر فلو وفي الايفنتس وكده بيعملوا ايه، واحاول اشوف هم الكارير باس بتاعهم كان ماشي ازاي. تبسيط المتطلبات بتاعت جزئيه الساين ان، استخدامي هل المفروض ان ده كود ثابت واضح فرقهم ازاي؟ انا مش فاهمه قوي السؤال بتاع الساين ان. انت قصدك ان الكود ان الباك اند بتاعه ثابت بس المشكله في الفرونت اند هو اللي بيتغير؟ مش بالضروره يعني، انت ممكن يبقى عندك تلاقي، انا بتكلم على فريم وركس بتخش امبلمنت بيها الساين ان، وفي تيمز ات سام بوينت بتوصل للمرحله دي ان بيبقى عندهم كود بيز ريوزابل وبيغيروا الفرونت اند بتاعها، بس مش كل الشركات بتكتب نفس كود الساين ان. يعني كل واحد بيكتبه بالطريقه المناسبه ليه، بس في فريم وركس زي اوبن اي دي زي باسبورت ممكن تساعدك جدا ان انت تعمل ساين ان موديول اسهل من ان انت تعمله كله فروم سكراتش. Can we get the slides؟ طبعا ممكن تاخد slides، يعني حاجة أساسية. في أي أسئلة أخرى؟ هل المستقبل هيكون في فرص للموبايل applications؟ Definitely. أكيد الناس محتاجة دلوقتي موبايل، وخصوصا الرياكت نيتف، او يعني الحاجات اللي هي الكروس بلاتفورم، اللي هو انت من كود بيز واحده تقدر تطلع اي او اس او اندرويد فيرجنز. دي حاجه. والحاجه الثانيه اللي بيسموها بروجريسيف ويب ابس، ان انت من الويب، لانه دلوقتي الاب ستورز بقت مليانه موبايل ابس بالهبل، فبقى في اتجاه دلوقتي ان انا ابقى اعمل الابلكيشن بتاعي على الويب عادي من البراوزر، بس لما افتحه على الموبايل يبقى شكله كانه موبايل اب. ده يعني بيسموه بروجريسيف ويب اب، ان انت بتدي الفيتشرز بتاعت الموبايل اب بتحطها في الويب انترفيس. فدي ده اتجاه ممكن برضو تبصوا عليه. وتاني ما تربطش نفسك باتجاه معين، لو يعني انا انصح اي حد ناوي يتخصص موبايل بس ان هو يبقى موبايل وحاجه تانية جنبي، لان الموبايل من اكتر الحاجات التكنولوجيز اللي بتتغير برتم اسرع من اي التكنولوجيز التانيه. يعني ازاي الاقي شغل بره وتحديدا في المانيا؟ ده موضوع شائك مش هقدر اجاوب عليه دلوقتي. بس تاني يعني احنا مستوى المبرمجين عند يعني بره اعلى بكتير من المستوى اللي احنا بنتكلم فيه هنا،
فممكن جدا حد يبقى هنا تيم ليد ويسافر بره يبقى اسمه جونيور. فبص على البار بتاع بره واقف فين وحاول توصل له. فركز انك تبقى حد كويس وبتعرف فعلا وليك فعلا بتقدم فاليو كويسة، وساعتها هتبقى الناس هي اللي بتهيد هانت فيك يعني، مش انت اللي بتروح له. هل في فرق ما بين developer testing و tester testing؟ في developer testing، ده سؤال حلو جدا. يعني في testing developer بيعمله عشان يتأكد ان الكود بيز بتاعته صح صحيحة، وده اللي هو بيتعمل باليونت تيستينج والاند تو اند تيستينج وال ساعات اللي هو والتي دي دي تيست دريفن تيستينج وبيهافير دريفن تيستينج، بيستخدم حاجه اسمها جيركن فورمات. يعني في انواع كتير جدا من التيستينج والكواليتي انشورنس اشورنس براكتسز زي اتكلمنا عليها النهارده، دي الديفلوبر معني بيها. وده اللي اتكلمنا فيه النهارده تحديدا، كل اللي اتكلمنا فيه النهارده ده من او من مهمات الديفلوبرز مش مهمات التستر. التسترز بيعملوا انواع تانية من التستنج مش هنتكلم عليها النهارده، يعني بيتكلموا في حاجات تانية، بس النهارده كل اللي اتكلمنا فيه ده يندرج تحت الديفلوبر تيستينج وكواليتي اشورنس براكتسز. التولز بتاعت ساين ان، انصحك تقرا حاجه اسمها OAuth 2 فريم ورك، وسيرش عليه وشوف الناس بتقول عنه ايه، وهتلاقي فيه فريم وركس كتير بتابلاي الاو اوس. ماشي يا جماعه، الاسئله بتاعت شغل بره مصر فعلا مش هقدر اجاوب عليها لانه مش تبع قوي التوبيك. لو معايا جنرال في سؤال بيقول ازاي ممكن الديفلوبر يطور من نفسه من ناحيه البيزنس اكتر، ويسال اسئله تساعد عمليه الديفلوبمنت. انصح ان الناس تقرا شويه عن البرودكت مانجمنت والبرودكت ديزاين. يعني ممكن تسيرش على فيديوز في الموضوع ده، هتلاقي في ناس كتير بتتكلم على البرودكت مانجمنت عموما، سوفت وير برودكت لايف سايكل اسمها كده، سوفت وير برودكت لايف سايكل، وتشوف requirement analysis phase. يعني في حاجة اسمها software development life cycle، أول جزء فيها اسمه requirement analysis. إحنا مفروض software engineer تبقى عارف requirement analysis بتعمل إزاي. المشكلة إن كله مركز في development، زي requirement analysis software design and architecture development testing and deployment and maintenance. طبعا أنا مش محتاجة تخصص فيهم كلهم، بس اتليست ابقى عارف المينيمم بتاع كل فيز فيهم. في ناس بتركز على البرمجه بس، فدول بنسميهم كودرز، غير السوفت وير انجينير المهندس اللي عارف يلم ده كله مع بعضه ويطلع سوفت وير مجمع الحاجات دي كلها مع بعض. وفي حاجه اسمها برودكت سكول، عندهم حاجات ظريفه جدا، بيتكلموا احسن ناس تتكلم على البرودكت يعني في العالم دلوقتي. يعني ايه سورس كنترول؟ You can Google this. اكتب source control and you will find the answer. الأساسيات هي software development life cycle اللي أنا لسه بقول عليها. برضو نسيرش إيه software development life cycle، هنلاقي كل الخطوات اللي فيها، نبتدي نعرف نبذة عن كل واحدة فيهم، وتشوف أنت عايز تتخصص في إيه فيهم. عايز تتخصص في الديفلوبمنت، عايز تتخصص في الريكويرمنت اناليسز اللي هي ساعتها هتبقى برودكت اونر او بزنس اناليست او برودكت مانجر او ما قبلها يو اي يو اكس، ولا عايز تتخصص في التستنج، ولا عايز تتخصص في الديف اوبس والريليز مانجمنت والديبلويمنت، ولا في السيستم، في سيستم ديفلوبر، في انجينيرز اللي هم مسؤولين عن الداتا بيزز، مسؤولين عن الكلاود انفراستراكشر مثلا. يعني الموضوع مش بس ديفلوبمنت، في حاجات كتير جدا حوالين في لايف سايكل. What do you mean by automating unit testing؟ automating unit testing ان اليونت تيستنج يبقى بيتعمل له ران اوتوماتيكلي بعد كل تشينج في الكود بيس بتاعته. اوكي، وممكن تقرا اكتر عن حاجه اسمها CI CD pipelines.
التولز بتاعت الاوتوميشن، في زي جي يونت، في يعني اكس يونت بيسموها اكس يونت تولز، بتساعدك في ان انت تكتب، يعني انت ممكن تكتب يونت تيستينج بتاعك بكود، زي يعني تكتب كود بيتست الكود بتاعك عادي، ممكن تكتبه يوزنج ان اكس يونت فريم ورك، وبعد كده تحط عليه تول تانية اوتوميت الريبورتس اللي بتطلع لك. في اوقات كتير انت مش محتاج حتى تول تانية، ممكن يبقى فريم ورك نفسه هو اللي بيطلع لك الريبورت وبيرن التست دي مع كل تغيير انت بتعمله في الكود بيس بتاعك. How to measure the code efficiency in quantitative way. الكود efficiency يعني تاني ممكن تبقى بتستخدم حاجة زي الستاتيك كود analysis، ده بيتست الكود في مرحلة الستاتيك يعني وهو لسه مش بيترن زي التولز اللي احنا ذكرناها. في حاجة تانية اسمها dynamic code analysis، ده بيرن الكود بيتست الكود في الران تايم. وواحدة من التولز اسمها profiling tools، بتوريك الميموري كونسومشن بتاع الكود ماشي ازاي، هل في ميموري ليكس، الداتا يوسج، الكول ستاك بتاعك عامل ازاي في الران تايم اند سو اون. ففي دايناميك كود اناليسيس وفي ستاتيك كود اناليسيس، دي واحده من الطرق اللي ممكن تقيس بيها الافشنسي اوف يور كود. ازاي تجيب منتور؟ ده سؤال حلو. بنجيب منتور بكتاب، ده اول حاجه خالص، اقرا كتاب، وفي كتاب كلين كود، وفي 100 كتاب اونلاين موجودين ممكن تقراهم، ده منتور سايلنت بس اتليست هتقدر تتعلم منه صح. اوكي، تاني منتور انك تتابع حد من الناس الموجوده على لينكدين وتخش تتكلم مع ناس تقيله، ناس من اللي عامله الكتب دي اساسا، خش وشوف بروفايلاتهم وفولو ذم على تويتر وعلى لينكدين، والناس دي بنسبه كبيره لو بعت لهم مسج او سالتهم هتلاقيهم بيردوا عليك، او دخلت كتبت لهم كومنت هتلاقيهم بيردوا عليك. تاني حاجه انك تبتدي تشوف الناس اللي في الكوميونتي بتاعك، مين ناس برضو تقال انت حابب تتعلم منهم. بعد كده شوف حد كان في الدايره الصغيره بتاعتك، دكتور في الجامعه، معيد، حد كان حد سبقك بست سبع سنين في الكليه مثلا، وحاول تتعلم منه. بس انا رايي انك تبتدي بالدايره الكبيره، كتاب، سيشنز اونلاين، كورسز، لينكدين. وانا قعدت فتره طويله بتعلم تيستينج مش من ناس من مصر، كنت بتعلم تيستينج من ناس اللي عاملين كتب عن التيستينج، ودخلت ودورت عليهم واتكلمت معاهم وبقوا بيساعدوني، ناس من امريكا، ناس من يوروب، وانا يعني عادي وانا قاعده في بيتنا في الدق يعني، فما هو كان مفيش اي حاجه مخصوصه عملتها غير ان انا بعت لهم وهم ردوا عليا، فالموضوع سهل ان شاء الله يعني، بس محتاج شويه دعبسه. اوكي، اوكي، ف تايم از اب يعني، فيل فري ان انتوا تبعتوا لي في اي وقت. اعتقد هتلاقوا يعني التيم بتاع ديف فيست ممكن يشير ماي انفو ويز يو، و ثانك يو اول فور اتندينج ذيس سيشن، وان شاء الله نشوفكم في سيشنز ثانيه، وشكرا ديف فيست على الافورتس الجميله بتاعتكم. ثانك يو اول. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب.